ومن أربيل ينضم معنا مراسلة مصطفى السامر رأي حول التعداد. مرحبا بك مصطفى. يعني اليوم الثاني على التوالي، نسبة التعداد إلى أين وصلت؟ هل بالفعل هي 85%؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين. التعداد السكاني هنا في إقليم كردستان لا يزال مستمرا، وفرق الإحصاء مستمرة بعملها منذ ساعات الصباح الأولى ومنذ يوم أمس ولغاية اللحظة. هنا الكثير من الفرق الجوالة موجودة في المجمعات السكنية والأحياء السكنية الموجودة في أربيل تتجول لإحصاء المواطنين الساكنين هنا في إقليم كردستان، سواء من القومية العربية أو من الأكراد أو من التركمان والمكونات والقوميات الأخرى، خصوصا المكونات الدينية كالمسيح والأيزيديين والصابئة. أود أن أنبه أن التعداد السكاني هنا يشمل جميع الساكنين في إقليم كردستان، سواء من العرب من الكرد من النازحين حتى في مخيمات النزوح الموجودين في إقليم كردستان. وبالتالي هناك من تحدث أن لابد عن الجميع بالعودة إلى مناطقهم لإجراء التعداد. لا، هناك غرفة عمليات مشتركة بين بغداد وأربيل لإحصاء الساكنين هنا ومن ثم أرسالها إلى وزارة التخطيط الاتحادية. نسبة التعداد بلغت أكثر من 86% لغاية اللحظة. من المتوقع أن تنتهي خلال الساعات القليلة المقبلة المرحلة الثانية من إجراء التعداد السكاني في إقليم كردستان بشكل عام وفي أربيل تحديداً بشكل خاص. بما يتعلق بمخيمات النازحين، تم جرد جميع النازحين الموجودين هنا وحصر وترقيم المخيمات الموجودة ومن ثم أرسال بياناتهم لوزارة التخطيط في إقليم كردستان ووزارة التخطيط الاتحادية. تأكيدات هنا على ضرورة يعني إنهاء العدوى والحصر والترقيم للتعداد السكاني في إقليم كردستان ومن ثم أرساله إلى بغداد لمقاطعة البيانات الموجودة لما له من أهمية كبيرة، خصوصا وأن إقليم كردستان لم يجري فيه التعداد السكاني منذ 37 عام. بما يتعلق بحظر التجوال، هناك يعني الكثير من المواطنين يعني خرجوا إلى الشوارع، وبالتالي الإجراءات بسيطة وسلسة جدا بما يتعلق بحظر التجوال، باستثناء حظر التنقل بين محافظات إقليم كردستان والمحافظات العراقية الأخرى. هناك إغلاق للمنافذ وحركة الدخول والخروج مقيدة بشكل كبير جدا. أما بما يتعلق بالمحال التجارية والأسواق والماركتات الموجودة باستثناء البقالة والصيدليات مفتوحة، أما البقية فهي مغلقة بشكل تام منذ يوم أمس. وهناك التزام من أصحاب هذه المحلات التجارية بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في إقليم كردستان وحتى الحكومة الاتحادية. طيب مصطفى، 37 عاما واليوم هذا التعداد سوف ينتهي عند الساعة 12 بعد منتصف الليل، هناك أيضا المخيمات، هل راح يكون العدادين المتواجدين خلال ثلاثة مراحل مستمرين عند 12؟ هل بالفعل هناك تواجد لأعداد المخيمات والنازحين المتواجدين ستتم خلال قبل الساعة 12؟ يعني تقريبا في مخيمات النازحين انتهى العد منذ منتصف هذا اليوم، وعمليات العد والحصر والترقيم لمخيمات النازحين انتهت بشكل كامل بما يتعلق يعني بمخيم بحركة ومخيم هرشم والمخيمات الأخرى، سواء لمخيمات النازحين من المناطق يعني في العراق وحتى مخيمات النازحين الذين هم خارج العراق، وهنا أقصد السوريين الذين يسكنون في مخيمات النازحين. كل ما موجود هنا سيتم عده وإرساله ومطابقته مع البيانات الموجودة في قاعة البيانات بوزارة التخطيط في إقليم كردستان وكذلك وزارة التخطيط الاتحادية. بما يتعلق بالفرق الجوالة، هي مستمرة لغاية منتصف الليل من هذا اليوم. بما يتعلق بحظر التجوال، سيتم رفعه بعد الانتهاء من هذه العملية عند منتصف اليوم أو صباح الغد بشكل كامل. وهناك مرحلة أخرى للتعداد السكاني ستستمر في إقليم كردستان وبقية المحافظات الأخرى، ربما هي المرحلة الثالثة والأخيرة لحصر وعد السكان الموجودين هنا في إقليم كردستان وكذلك المباني
الموجودة وإرسالها ومطابقتها مع غرفة العمليات المشتركة ما بين بغداد وأربيل بوزارة التخطيط الموجودة في إقليم كردستان. نعم مصطفى السامرائي مراسلنا من أربيل، شكرا جزيلا لك. وإلى النجف حيث ينضم معنا مراسلنا محمد رزاق. مرحبا بك محمد، يعني اليوم الثاني على التوالي لكن هناك أسماء بالفعل لم تكن مسجلة، 1,600,000 شخص فقط مسجل في محافظة النجف. نعم وجدان، مساء الخير. أكيد لليوم الثاني تواصل فرق التعداد السكاني عملها بزيارة الدور وتدوين البيانات الخاصة بالمواطنين. على المستوى الأمني، نبدأ على المستوى الأمني، حظر التجوال اليوم أخف حدة من يوم أمس. كان في يعني منذ الصباح نوعا ما تطبيق لحظر التجوال، لكن شيء فشيء بدأ هذا الموضوع يخف تدريجيا حتى وصلنا إلى هذه الساعة، وحظر التجوال يكاد يكون معدوم أو بنسبة أقل من يوم أمس بصراحة. يعني خفت الحدة، لا توجد خروقات أمنية أيضا على المستوى الأمني، لا توجد أيضا معرقلات بصورة كبيرة على أتكلم أمنيا. أما على جانب الفني واللوجستي للانتخابات، كان هناك بعض المؤشرات اللي ذكرها رئيس مجلس المحافظة في مؤتمر صحفي مع قيادة الشرطة مع أعضاء في مجلس النواب، ذكروا بعض الملاحظات اللي كانوا يتخوفون منها قبل بدء التعداد السكاني. واحدة من أبرز يعني المؤشرات أو الملاحظات اللي تطرق لها رئيس مجلس المحافظة أنه الأعداد، أعداد العدادين قليلة مقارنة بالأسمات بحجم السكان بمحافظة النجف. يعني على سبيل المثال وضرب مثلا في مدينة الكوفة، البيانات المرفوعة عن طريق المختارين قبل التعداد السكاني، البيانات المرفوعة لعدد السكان إلى وزارة التخطيط 140,000 نسمة، لكن البيانات الواردة من الوزارة عبر الأجهزة اللوحية وبرنامج الأصل 70,000. لا يعني أنه 70 أو يعني 50% ضعف هذا العدد هو غير مسجل في بيانات وزارة التخطيط. هذا الموضوع أثار يعني حقيقة يعني تحفظ المحافظة، وذكروا أن المحافظة يجب أن تنصف من حيث الأعداد، توجد كثير من الأعداد غير مسجلة في وزارة التخطيط، بالإضافة إلى المشاكل التقنية ما زالت مستمرة بالأجهزة اللوحية. ذكر رئيس المجلس أنه الأعداد يضطر إلى الوقوف ساعتين أو 3 ساعات في باب منزل المواطن، وشبكة الإنترنت معدومة أو مقطوعة، فهذا يعني سبب بعض التلكؤ في حصد البيانات وتدوينها ورفعها إلى وزارة التخطيط. بالعودة إلى موضوع التعداد السكاني ونسب السكانية، العدادين تم تخصيصهم على وفق النسبة السكانية الواردة من وزارة التخطيط، والنسبة الموجودة الحقيقية هي أعلى بكثير ما ورد في يعني بيانات وزارة التخطيط، فهذا خلق نوع من يعني الثغرة، والثغرة هي عبارة عن قلة العدادين، عدادين قليلين بالنسبة للأعداد الحقيقية الموجودة بالمحافظة. هذا الشيء يعني دعا مجلس المحافظة لرفع طلب لرئاسة الوزراء وإلى وزارة التخطيط، وزارة التخطيط حتى تطلب تمديد ليوم إضافي للتعداد. ننتظر منها إلى ساعات الليل إذا يعني تمت السيطرة من قبل العدادين والمشرفين ومدراء العدادين على الموقف وأحصوا البيانات كاملة في الكوفة وفي الأقضية والنواحي، لن يكون هناك يعني تمديد. يعني هذا ما ننتظره محمد بالفعل، يعني هذه ما ننتظره لك كعراقيين، كتعداد للكشف عن الزوايا والمخالفات القانونية المستمرة منذ عقود. محمد رزاق مراسلنا من النجف، شكرا جزيلا لك.